السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع السكشن الثالث في مادة الإحصاء التطبيقي، الفرقة الثالثة شعبتي إدارة ومحاسبة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الفصل الخامس، اختبارات الفروض. اختبارات الفروض إيه المقصود بيها؟ المقصود بيها مثلا لما يكون عندي باحث ما بينزل يعمل اختبار على مجتمع معين، ممكن يطلع لي ببعض البيانات أو المعلومات عن المجتمع ده، فأنا بحاول أقيس هل إن الفرض أو الفرضيات اللي طلع لي بيها الباحث دي من المجتمع دي صحيحة ولا لأ. يبقى أنا بقيس، أو الفكرة بتاعت اختبارات الفروض إن أنا بعمل قياس أو اختبار للمعلومات التي استنتجها الباحث من المجتمع. وعندنا 3 أنواع من اختبارات الفروض. عندي اختبار للمتوسط، متوسط مجتمع، واختبار للفرق ما بين عينتين، والاختبار للفرق ما بين نسبة عينتين، بين النسبة في العينتين. أول حاجة عندي الاختبار لمتوسط مجتمع، اختبار متوسط مجتمع. واحدة واحدة وبالمثال، وإن شاء الله هنحاول نفهم مع بعض موضوع اختبارات الفروض بالكامل. بيقول لي إن أنا عندي عينة عشوائية حجمها 49 شخص اختيرت من أفراد دولة ما. يبقى هو عندي عينة فيها 49 شخص، فإذا كان الوسط الحساب لدخول الأفراد الأسبوعية في العينة هو $75، تمام؟ كيف يمكن اختبار الفرد العدمي بأن متوسط الدخل الأسبوعي لمواطني هذه الدولة يساوي $72 مقابل الفرد البديل أنه لا يساوي $72، وذلك بمستوى معنوية 5% إذا علمت أن الانحراف المعياري لدخول الأفراد يساوي $14. تمام. هو بيقول إيه؟ بيقول إن هو عنده مجتمع الدخل بتاعه $75، جه واحد عمل عليه اختبار على المجتمع ده لقى ان الدخل عنده $72، الدخل عنده $72، فبيقول لي اعمل لي اختبار وشوف لي هل ان المعلمة للباحث ده عملها صحيحة ولا لا. يبقى انا هعمل ايه؟ هعمل اختبار فروض بيقيس ان الاتنين اعرف منها ال72 ده رقم صحيح ولا رقم غير صحيح. دي فكرة اختبار الفروض، ان انا لما يكون عندي معلومة عن مجتمع ويجي واحد يعمل معلومة تانية بحاول اقيس صحة او مصداقية الكلام اللي بيقوله الباحث. تمام. اذا علمت ان الانحراف المعياري لدخول الافراد يساوي $14، اول حاجة هفرض له، يبقى رقم واحد عندي بقول له الفرد العدمي. الفرد الايه؟ العدمي. الفرد العدمي اللي هو المعلومة اللي جابها لي الباحث، المعلومة اللي هو جابها لي الباحث هو أن متوسط المجتمع بيساوي 72، متوسط دخل المجتمع بيساوي دخل الفرد في المجتمع بيساوي 72. حلو. الفرد البديل دائما الفرد البديل هو بيكون عكس الفرد العدمي، بيكون عكس الفرد العدمي. قال لي ان متوسط المجتمع لا يساوي 72. طب انا اعملهم برموز ازاي؟ اقول اتش دوت حيث ان ميو بتساوي 72، وان اتش واحد تمام ميو لا تساوي 72. الاحصائيه، بما ان العينه كبيره فان الاحصائيه في حاله اختبار الوسط. ازاي اختبر الوسط؟ اختبر الوسط بحاجه اسمها زد. اختبر الوسط بحاجه اسمها ايه؟ زد. اقول له ان اكس بار ناقص ميو بتساوي الانحراف المعياري على جذر حجم المجتمع. ده قانون بحفظه لما يجي يقول لي هو عاوز يعمل اختبار لمتوسط، بحط له القانون ده، يبقى ده قانون بيتحفظ. خلاص احسبه ازاي؟ اقول له ان اكس بار، طب مين هي اكس بار؟ اكس بار دي المعلومة اللي عندي عن المجتمع. اكس بار هي المعلومة اللي عندي عن المجتمع. طب المعلومة اللي عندي عن المجتمع كان بيقول لي ان متوسط الدخول فيه بتساوي كام؟ 72، وان ميو
المعلومة اللي الباحث طلع بيها من المجتمع، نيو المعلومة اللي الباحث طلع بيها من المجتمع. طب والباحث قال لي ان هو طلع بمعلومة كام؟ $72 على الانحراف المعياري بتاع المجتمع. الانحراف المعياري قال لي اذا علمت ان الانحراف المعياري للمجتمع بيساوي $14 اهو، احط له ال14 على حجم المجتمع. قال لي اصلا ان حجم المجتمع بيساوي كام؟ بيساوي 40. بعد كده اعوض في القانون بشكل مباشر خالص، اعوض في القانون بشكل مباشر. حلو، احط مكان الاكس 45، 75 القيمة اللي هي عندي عن المجتمع، ناقص 72 القيمة اللي الباحث اديها لي، على الانحراف المعياري اللي هي كام؟ 14، على جذر حجم المجتمع اللي هي 49 هتساوي 1.5. خلاص. طب ال1.5 دي اعمل بها ايه؟ قال لي بقى خلي بالك ان انت عندك ال1.5 ديت بتعمل لها عملية الاختبار. بعمل لها عملية الايه؟ الاختبار. خلي بالي بقى من الحاجات دي. قال لي بص بقى، لو انت عندك الفرض البديل فيه علامة يساوي او لا يساوي، بيبقى عند الاختبار من طرفين. يعني ايه الاختبار من طرفين؟ يعني ان انا عندي منطقتين للرفض، انا عندي ايه؟ منطقتين للرفض. يبقى تاني لما يقول لي ان انت عندك علامة لا يساوي في الفرض البديل، يبقى انت معناها ان انت عندك منطقتين للرفض، عندك منطقتين لايه؟ للرفض، وعندك منطقة واحدة كده كده دائما عندك منطقة واحدة للايه؟ منطقة القبول. حلو، اعمل الاختبار بتاعي ازاي؟ كان بيقول لي كان عندنا جدول في الفصل اللي فات اللي هو بتاع الدرجات المعيارية، قال لي 5، خلي بالك اختبر الكلام ده هو بمصداقية أو بمستوى معنوية 5%. يعني أنت عندك خطأ معياري بنسبة كام؟ 5% معيارية. طب الدرجة المعيارية المقابلة ل5% بتساوي كام؟ بتساوي 1.96%، بتساوي 1.96%. طب أحل أبدأ أرسم بقى معايا، أرسم المنحنى ده تمام، وأجي هنا في النص أخد إيه؟ خط طويل، وديت اقول له ان هو بقى المنطقه دي اهي، ارسم بقى اجي هنا المنطقه دي صفر بتساوي صفر، فالمنطقه دي 1.96%، اعمل اظللها كده واكتب عليها منطقه الرابط، واجي في الناحيه التانية برضو اللي هي سالب 1.96 واظللها برضو واكتب عليها منطقه الرابط. يبقى انا اصبح عندي ان شكل المنحنى منطقه رابط اللي هي المنطقه دي، بعد كده منطقه قبول المنطقه اللي هي بالابيض، وبعد كده منطقه الرابط المنطقه اللي هي المظلله التانية. عملت ايه تاني؟ قلت ان انا باجي ان هو بكتب صفر، بكتب هنا ايه؟ صفر، واجي ماشي شويه لحد 1.96. ليه؟ لان مستوى المعلومات بتاعي بيساوي 95%، بيساوي الثقه 95%، يبقى الدرجه المعياريه المقابله ليه 1.96، وهنا 1.96. بما ان الفرض البديل لا يساوي، فانما يستخدم في هذه الحاله واختبار من ايه؟ من الطرفين. بعد كده انا حددت منطقتي الايه؟ القبول والرفض. قلنا المنطقه المظلله هنا والمنطقه المظلله منطقه قبول، وان المنطقه اللي هنا منطقه ايه؟ ديت ودي رفض ودي منطقه قبول. تمام، هل القرار بتاعي اخده ازاي؟ ابص، هو الاحصاء عندي كام؟ 1.5. الاحصاء عندي كام؟ الاحصاء قيمه الاحصاء عندي كام؟ 1.5. طب ال1.5 دي وقعت فين؟ وقعت هنا في الحتة دي عند كام؟ عند 1.5. وقعت فين؟ عند 1.5. يبقى هي وقعت فين؟ وقعت في منطقة القبول ولا وقعت في منطقة الرفض؟ وقعت في منطقة القبول. يبقى تمام، هقول له بقى بما ان، بقول له المقارنة واتخذ القرار، بما ان قيمة الإحصائية 1.5 دخلت في منطقتي القبول، نجد انها تقع فين؟ في منطقة القبول. ساعتها لما يقول لي ان الاحصاء اللي عندي، الاحصائيه اللي عندي وقعت في منطقه القبول، معناها قبول الفرض العدمي ورفض الفرض البديل. لما يقول ان انت عندك
الإحصائية بتاعتك وقعت في منطقة القبول، يبقى معناها هقبل الفرض العدمي وارفض الفرض البديل. طب الفرض العدمي كان بيقول ليه؟ ان متوسط دخل الفرد في المجتمع يساوي 72، والفرض البديل كان بيقول لي ان متوسط دخل الفرد في المجتمع لا يساوي 72. يبقى ساعتها وده هيكون بنسبة 95%. يعني انا واثق من الكلام ده بنسبة كام؟ 95%. يبقى القرار هو نفسه قبول الفرد العدمي، تمام؟ اقبل الايه؟ الفرد العدمي. مثال اتنين، مثال اتنين بيقول لي يدعي احد المرشحين في الانتخابات انه سيحصل على نسبة 70% من اصوات الناخبين عندما تجرى الانتخابات، والاختبار هذا للادعاء تم اختيار عينة عشوائية من الناخبين حجمها 100 ناخب، ووجد ان نسبة من يؤيدون المرشح في العينة 60%. اختبر مدى صحة ادعاء المرشح بأن النسبة في المجتمع هي 70 مقابل الفرض البديل أن النسبة في المجتمع لا تساوي أو أقل من 70، وذلك بمستوى معنوية 5%. أول حاجة بعمل إيه؟ أول خطوة أعمل فرض أو صياغة الفرض العدمي والفرض البديل. صياغة الفرض العدمي والفرض البديل، ده رقم واحد. الفرض العدم هو ايه؟ نسبة من يؤيدون المرشح في المجتمع هي 70%، اي ان الفرض العدم هو ان الادعاء صحيح. خلاص، يبقى لو انا اقول له اول حاجة افرض له ان كلام المرشح ده صحيح، تاني حاجة اقول له ان الفرض البديل ان النسبة في المجتمع اقل من هذا الادعاء. حلو، هنا الحالة الاولانية كنت بقول له حيث ان اتش واحد اللي هي الفرض البديل تساوي لا تساوي صحة الادعاء، انما هنا قال لي اقل من، عاوز يعمل اختبار لمين؟ اقل من، عاوز يعمل اختبار ان النسبة اقل من. هنا اخلي بالي لما يقول لي النسبة اقل من، ساعتها هرسم الشكل بالشكل ده، هرسم الشكل بالشكل ده. يبقى كل دي منطقة رفض، المنطقة اللي هي الزرقاء ديت، والمنطقة دي كلها منطقة قبول. طب لو قال لي أكبر من، بعكس، يبقى المنطقة دي منطقة رفض والمنطقة دي كلها منطقة إيه؟ قبول. خلاص؟ تمام. أعوض في المثال عندي وتأخذ الإحصائية في حالة الاختبار الشكل التالي. بقول له إن بي دي اللي هي مين؟ بي الأولانية الادعاء، دي بي الأولانية المعلومة اللي أنا عارفها عن المجتمع، المعلومة اللي عارفها عن المجتمع إن هي كام؟ 60%، اللي أنا عشان أنا نزلت عملتها طلعت لي بكام؟ 60%، والمرشح قال لي 70% على جذر الانحراف المعياري اللي هو التباين، بجذر التباين اللي هو بي في كيو على إن. طب بي بتساوي 7/10 اللي هو الراجل اديها لي، في كيو، كيو اللي هي 1 ناقص بي، يعني كيو ده ممكن اشيلها واقول له كده اهو 1 ناقص بي، يبقى انا عشان اجيب كيو اقول له بي في كيو 1 ناقص بي على ان. اعوض، يبقى الادعاء اللي عندي كام؟ القيمة اللي انا اعرفها عن المجتمع 6/10، زيها بالظبط زي حتة المتوسط. انا كنت بعرف، كنت الحاجه الحقيقيه عندي عن المتوسط كانت فين؟ اكس بار. هنا برضو انا اعرفها عن المتوسط ايه؟ بي اللي هي 6/10 ناقص بي اللي هي الادعاء بتاعه، هرمز له بالرمز واحد، الادعاء بتاعه كام؟ 7/10 على جذر 7/10 3/10 اللي هو ده التباين، فاخد الجذر بتاعه عشان عاوز الانحراف، على جذر حجم الايه؟ العينه، بيساوي سالب 2/17. حلو، اختبر الإحصائية دي، أختبر الإيه؟ الإحصائية دي، هقول له أنت عاوزها بدرجة كام أصلا؟ قال لي ب5%، قال لي ب5%، مستوى معنوية 5%، ده إيه القيمة الجدولية المقابلة ل
سبب كام؟ 5%. المقيم من المقابلة 1.65. طب هي منطقة وقعت فين؟ في منطقة الرفض، وبالتالي بمقارنة قيمة الإحصاء هتقع في منطقة الرفض، أي أن القرار هو قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدمي. يبقى الإحصاء المكان اللي بتقع فيه، يبقى لو وقعت في منطقة الرفض يبقى أنا بقبل الفرض البديل، لو وقع في منطقة القبول بقبل الفرض العدمي. الحالة التانية اختبار الفرق بين وسطين حسابيين. اختبار الفرق بين وسطين حسابيين، قال لي البيانات التالية تمثل نتائج عينتين عشوائيتين مستقلتين مسحوبتين من منطقتين لمقارنة متوسط الأعمار للناخبين. قال لي إن إكس للمتوسط الأول للمجتمع الأول، متوسط المجتمع الأول بيساوي 35، ومتوسط المجتمع التاني بيساوي 29، وإن حجم الأول بيساوي 100، وحجم المجتمع التاني بيساوي 80، وإن تباين المجتمع الأول بيساوي 60، وتباين المجتمع التاني بيساوي 32. اختبر أن، مطلوب مني إيه؟ اختبر أن عمر الناخب في المنطقة يساوي عمر الناخب في المنطقة يساوي، يبقى ده اختبار منين؟ من طرفين. أول ما يقول لي يساوي أعرف على طول إن هو اختبار من طرفين. اختبار منين؟ من طرفين. متوسط عمر الناخب في المنطقة الثانية بمستوى معنوية 5%. خلي بالك أنا بقسم مستوى 5% ديت على 2 علشان هو اختبار من طرفين، عشان هو اختبار من طرفين مقابل فرض قال بأنهم غير مساويين. الفرض العدم متساوي، متوسط عمر الناخبين بيساوي كام؟ اتش دوت بيقول لي ان الاثنين متساويين، متوسط المجتمع الاول بيساوي متوسط المجتمع الثاني. الفرض البديل متوسط عمر الناخبين غير متساويين، قال لي ان متوسط المجتمع الاول لا يساوي متوسط المجتمع الثاني. اعمل اختبار الاحصائيه عندي حلو، يبقى انا ده القانون الثالث معايا اللي هو زد بتساوي. خلي بالك ان هي كل الفكرة ان هو بيعمل اختبار على جذر على الانحراف المعياري على حجم العينة، تمام؟ على ايه؟ الانحراف المعياري. فبقول له متوسط المجتمع الاول ناقص متوسط المجتمع الثاني على جذر تباين المجتمع الأول على حجم المجتمع الأول زائد تباين المجتمع الثاني على حجم المجتمع الثاني، يبقى 35 ناقص 29. بعوض على طول تعويض مباشر، بعوض على طول تعويض مباشر. 35 ناقص 29 على جذر 60 على 100 و32 على 80 هيطلع عندي بتساوي 6. هيطلع عندي بتساوي كام؟ 6. يبقى الإحصائية بتاعتي بتساوي 6. الاختبار ده من طرف واحد ولا من طرفين؟ من طرفين. من طرفين ليه؟ لان هو قال لي في المساله ان هو عندي علامه يساوي. حلو، اجي اقيس واشوف الاختبار. حلو، فين منطقه الرفض عندي؟ فين منطقه الرفض؟ 1.96. متوسط عمر يساوي، حلو، يبقى الدرجة المعيارية المقابلة 5% 1.96، وعشان هو اختبار من طرفين يبقى أنا هعملها على الجانبين، ناحية بالموجب وناحية بالإيه؟ بالسالب. حلو، الستة بقى، الستة بالموجب وقعت فين؟ وقعت في المنطقة دي مثلا، وقعت فين؟ في المنطقة دي. حلو، طب هي وقعت فين؟ وقعت في منطقة الرفض. وقعت فين؟ وقعت في المنطقة دي، لا منطقة الرفض. ساعتها لما الإحصاء أو قيمة الإحصائية بتقع في منطقة الرفض، معناه إيه؟ إن أنا بيتم رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البديل. طب الفرض البديل كان بيقول لي إيه؟ إن متوسط عمر الناخب في المنطقة الأولى لا يساوي متوسط عمر الناخب في المنطقة الثانية، وذلك بمستوى معنوية 5%. أخيرا معايا حاجة اسمها اختبار الفرق ما بين نسبتين. يبقى أنا خدت اختبار الفرق ما بين متوسط مجتمع بين متوسطين مجتمع
بين نسبتين في المجتمع. مثال، هو بيقول لي الاختبار ما إذا كان المؤيدين لبرنامج اقتصادي معين في المدينة ألف يساوي نسبة المؤيدين لهذا البرنامج في المدينة ب. تم اختيار عينتين عشوائيتين من المدينتين حيث حجم العينة الأولى يساوي حجم العينة الثانية يساوي 100، وكان نسبة المؤيدين للبرنامج في العينة الأولى تساوي 7/10، ونسبة المؤيدين في حجم العينة الثانية في العينة الثانية تساوي 5/10. اختبر الفرض العدمي والفرض البيض بأن نسبة العينتين أهو في تساوي، يبقى ده اختبار من طرفين، اختبار من طرفين، يبقى الفرض العدمي النسبة في المدينة الأولى تساوي أهو، يبقى ده إيه؟ من طرفين على طول، أول ما يقول لي تساوي يبقى من طرفين. الفرض البديل النسبة في المدينة الأولى لا تساوي النسبة في المدينة الثانية، يبقى أنا فرضت الفرض العدمي وفرضت الفرض البديل وهو عكس دائما الفرض العدمي. الإحصائية، بحسب الإحصائية إزاي؟ هنا في عندي خطوة قبل كل الخطوات التانية اللي هي بحسب متوسط مرجح لنسبة العينتين، بحسب متوسط مرجح للإيه؟ للعينتين. طب ليه؟ بحسبه علشان اعرف اجيب الانحراف المعياري، عشان اعرف اجيب الايه الانحراف المعياري. فبقول له ايه؟ حجم العينه الاولى مضروب في نسبه العينه الاولى زائد حجم العينه الثانيه مضروب في حجم العينه الثانيه على حجم العينه الاولى زائد حجم العينه الثانيه، يبقى 100/7 زائد 100/5، كل ده على 100 زائد 100 اللي هو 200 هيساوي 6/10. خلاص، يبقى انا عندي بي واحد اللي بيساوي كام؟ 6/10. يبقى بي واحد اللي هي نسبة المجتمع الأول ديت برمز لها للانحراف المعياري، الانحراف الايه؟ الانحراف، عشان اجيب منها الانحراف المعياري. بيساوي كام؟ 6/10. قال لي ان بي دوت بي واحد حجم نسبة المجتمع الاول ناقص بي اتنين نسبة المجتمع الثاني، نفس الفكرة بتاعت فرق بين متوسطين مجتمعيين، كنت بقول له اهو ان هما الاتنين ناقص بعض، يبقى القانون ده زي القانون بتاع نسبة عينتين بس الفرق ما بينهم هو الرموز، الفرق ما بينهم هو الرموز. وطريقة الحساب الانحراف المعياري بيقول الانحراف والتباين، يبقى بي واحد ناقص بي اتنين زيها بالظبط زي اللي كانت موجودة في الفرق بين المتوسطين 7/10 - 5/10، دي ما عنديش فيها مشكلة. خلاص، على جذر 6/10. طب 6/10 دي انا جبتها منين؟ اللي هي دي النسبة اللي جاية من متوسط مرجح من نسبتين اللي هي بي ايه؟ بي واحد اللي هي بنقول عليها الانحراف المعياري، بي الانحراف المعياري. يبقى 6/10 في كيو واحد، كيو دي واحد دي بتساوي 1 - بي اللي هي كام؟ 1 - 6 بيساوي 4/10 في 100 زائد 6/10 في 4/10 في 100، خلاص هيساوي 2899 من 1000، أي أن قيمة الإحصائية بتساوي 2899 من 1000. تمام، الاختبار ده بيبقى من طرف واحد ولا من طرفين؟ لا، الاختبار من طرفين. ليه؟ لان انا عندي في الفرض البديل علامة لا تساوي، عندي في الفرض البديل علامة ايه؟ لا تساوي. حلو، يبقى انا عندي اهو منطقتين. طب انا عندي كان بيقول لي بمستوى معنوية، مستوى المعنوية اللي انا اللي هو عاوزني اختبر بكام؟ 1%. مستوى المعنوية كام؟ 1%. طب ايه الدرجة المعيارية المقابلة ل1%؟ 2.58 وسالب 2.58، يبقى هنا هعمل في الناحية دي موجب 2.58 وهنا سالب 2.58. تمام، ودي منطقة القبول. طب هي طلعت عندي كام؟ 2.2، باخد النتيجة بتاعة الإحصاء بتاعتي واروح اختبر عليها، اعمل لها الاختبار، بتقع في المنطقة دي
هنا 2,850، امشي شوية 2,899 من ألف، يبقى هي تصبح واحد. يبقى المقارنة واتخاذ القرار هو رفض الفرض العدم القائل بأن النسبة في المدينة الأولى تساوي النسبة في المدينة الثانية، وقبول الفرض البديل القائل أن النسبة في المدينة الأولى تساوي النسبة في المدينة الثانية، وذلك بمستوى معنوية يساوي 1%. أي أن احتمال الخطأ في هذا القرار لا تتعدى الكام؟ 1%. وإلى هنا نصل إلى نهاية السكشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله في الامتحانات القادمة.